بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي مشاهدي قناة مستر عصام فؤاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع بعض النهاردة هنبدأ نستعرض مع بعض كيفية استخدام دالة VLOOKUP في البحث عن مجموعة من القيم داخل جدول وعرض هذه القيم داخل جدول آخر، سواء كان في نفس الشيت أو في شيت آخر. فهناخد نموذج كده على استخدام دالة VLOOKUP، وهو عمل الشهادات المدرسية. ان انا هبدأ اجيب بيانات الطالب من شيت الدرجات وعرض هذه البيانات داخل هذه الشهادة، وان شاء الله مع بعض في اخر الفيديو هنتعلم كيفية طباعة هذه الشهادة لكافة الطلبة الموجودين في شيت الدرجات. اللي لسه مشتركش معانا في القناة يبدأ يتابع معانا واشترك في القناة ويفعل زر الجرس الكل عشان يوصله كل جديد. وتعال نبدأ مع بعض كيفية استخدام دالة VLOOKUP. هيكون عندنا شيت موجود به الشهادات او الشهادة المدرسية بنفس الشكل كده. هنبدأ الفكرة كلها ان انا لما اختار رقم جلوس هنا او اكتب رقم جلوس بتاع الطالب او خاص بالطالب، هيبدا يستعرض لي بيانات الطالب سواء كان اسم الطالب او درجات الطالب في جميع المواد. طب الكلام ده هنبدا نطبقه ازاي؟ الاول كده قبل ما نبدا نستخدم داله VLOOKUP، تعال مع بعض نعمل ليست او قائمه داخل الخليه L3 اللي هي خليه رقم الجلوس. هنعمل قائمه او ليست. ازاي الكلام ده؟ بنختار الخليه، بعد كده هنروح على داتا، عندنا هنا قائمة داتا، وبعدين هنروح على داتا فاليديشن ونبدأ نختار من هنا الالاو او السماح بالقائمة او ليست، وهنحدد السورس، هنضغط على البوكس، وبعدين نروح نحدد مصدر هذه القائمة، وبنقول مصدر هذه القائمة هيكون اول عمود في الجدول الخاص بالدرجات اللي هو عمود ارقام الجلوس. يبقى احنا كده حددنا عمود ارقام الجلوس وعملنا ان هو هيكون القائمه او الليست الموجوده عندنا في الخليه L3. طبعا بضغط تاني على البوكس ده وبعدين اقول له اوكي. لو جينا نبص هنا كده في الخليه L3 وضغطنا على السهم هنتلاقي فيه قائمه، يمكن اختيار احد هذه العناصر داخل هذه القائمه. طيب هنكمل الفكره بتاعتنا، وبنقول لو انا رحت اخترت من هنا اي رقم هيبدا يستعرض لي بيانات هذا الطالب او بيانات هذا الرقم. طب الكلام ده هنعمله ازاي؟ هنبدا نعمله بقى بداله VLOOKUP. تعال مع بعض نفهم وكيفيه استخدام داله VLOOKUP. هنبدا نقف في الخليه المطلوب عرض البيانات اللي احنا هنبحث عنها. هنقف هنا في الخليه وبعدين نقول له بيساوي، احنا طبعا هنبحث عن اسم الطالب، هقول له بيساوي وبعدين اقول له VLOOKUP. طبعا اما بتظهر لي كده يا جماعه عشان ابدا خليها تكتب عندي في الخلية، ممكن أكملها طبعا وأفتح الأقواس أو أضغط على تاب فبيبدأ يكمل لي الدالة وأفتح لي الأقواس. وأول حاجة عندنا عاوزينها بقول لي لوك أب فاليو، يعني القيمة اللي هنبحث عنها. هقول له هنبحث عن القيمة اللي موجودة في L3. تمام كده؟ تمام. طيب أنا عاوز أعمل إيه؟ عاوز أبحث عن القيمة اللي موجودة في L3 داخل الجدول. عاوزين بقى نحدد هنا، هنعمل كوما ونحدد تيبل الراي او الجدول اللي هنبحث فيه. بنقول هنبحث في الجدول اللي موجود في شيت الدرجات، هنروح على شيت الدرجات وبعدين نحدد الجدول اللي احنا هنبحث فيه بحيث يكون اول عمود في هذا الجدول هو عمود رقم الجلوس اي القيمه اللي هنبحث عنها. تمام؟ يبقى انا حددت له كده، قلت له لو بصينا هنا في الفورمولا بار او في شريط الصيغه، قلت له هنبحث من B7 لغاية Q4 وإيه؟ 24. جميل أوي. طيب هو هنا بعد كده بيقول لي الكولم أو رقم العمود اللي هنبحث عنه، طبعا بعمل كوما. عندنا رقم العمود، طبعا عندنا رقم الجلوس ده رقم 1، عندنا اسم الطالب هيكون العمود رقم 2 في الجدول اللي أنا محدده، فأنا هقول له أنت هتبحث في العمود رقم 2. جميل أوي. طيب هنعمل كوما. بعد كده بقى بيقول لي ايه؟ بيقول لي هل عاوز ترو او فولس؟ فولس طبعا لو انت هتبحث عن القيمه بشكل اكزاكت او شكل تام، فهنقول له فولس بحيث ان هو يجيب له القيمه بشكل تام. يعني لو انا ببحث عن 101 ما يجيبليش قيم 1101. تمام؟ يبقى هيبحث عن القيمه بالضبط. وبعد كده طبعا هقفل له الاقواس وبعدين هنضغط انتر.
اول ما ضغطنا انتر جاب لي القيمه المقابله لرقم الجلوس اللي موجود في L3. تمام، يبقى تعال نشوف كده تاني عملنا ايه. احنا اول حاجه كتبنا يساوي، وبعدين كتبنا في لوك اب، وبعد كده حددنا اللوك اب فاليو، القيمه اللي هنبحث عنها، قلنا هنبحث في L3، وبعد كده حددنا الجدول اللي هيتم البحث داخله اللي هو في شيت الدرجات من B7 الى Q24. هنبحث في العمود رقم 2، وبعدين طبعا هيجيب لي القيمه تامه او التطابق يكون تام. جميل قوي. طيب انا هستخدم هذه الصيغه في جميع القيم الاخرى، فالافضل عندي ان انا اروح اثبت هذه الخلايا. بنقول احنا كل مره هنبحث عن القيمه اللي موجوده في L3، يبقى حول L3 دي الى مرجع مطلق. بنحولها ازاي؟ بقف بعد اسم الخليه وبعدين اضغط على F4 من لوحه المفاتيح. برضو بالنسبه للجدول هنحول B7 الى مرجع مطلق عشان اثبت شق او عشان اثبت الجدول، وبرضو هنحول Q24 الى مرجع مطلق. يبقى انا كده ثبتت في كل مره ان انا هروح ابحث عن القيمه اللي موجوده في L3 تمام داخل الجدول من B7 الى Q24 اللي موجود في جدول الدرجات. طب احنا هنا اللي هيختلف معانا في كل مره العمود. طيب انا دلوقتي هضغط انتر، يبقى خلاص كده جاب لي الاسم. لو انا روحت هنا على ال وبعدين غيرنا القيمه اللي موجوده في L3 اللي هو اللي احنا بنبحث عنها، كل مره هنختار مثلا هنا كده 111، يروح يبحث داخل جدول الدرجات عن الطالب اللي رقم جلوسه 111 ويبدا يستعرض لي اسم هذا الطالب. طيب عاوزين ننفذ نفس الكلام كده على المواد. لو جينا بقى بسرعه كده للغه العربيه هقول له بيساوي، طبعا ممكن انسخ القيمه واحطها هنا، يعني ممكن انسخ المعادله تمام اللي احنا عملناها قبل كده اهو. هناخد المعادله دي كده، خدها كنترول وسي، وبعدين هروح هنا كده واختار كنترول وفي. طبعا نتاكد ان احنا ضغطنا انتر عشان ما نبوظ المعادله تمام. لو جينا نبص كده المعادله جبناها هنا كده في لوك اب، وبعدين هنبحث L3، وبعدين هنبحث داخل الجدول اللي هو من B7 لغايه Q24. هنبحث داخل العمود 2، طبعا هنا بالنسبه للغه العربيه هيكون العمود رقم 4، وبعدين هنضغط انتر. يبقى انا هغير رقم 2 خليها رقم 4. اشمعنى رقم 4؟ لان احنا عندنا البي هنا رقم 1، السي رقم 2، الدي رقم 3، اللغه العربيه اللي هي في الاي العمود رقم 4، واللغه الانجليزيه هتبقى 5، والدراسات 6، والرياضيات هتبقى 9، لان عندنا 7 8 يبقى هنا 9، والعلوم 10 خلاص، والتربيه الفنيه 11، 12 الكمبيوتر، والانشطه 13 14، وعندنا 15 التربيه الدينيه، وعندنا 16 الكيو او النتيجه بتاعه الطالب. يبقى كل الكلام ده هنغيره بس داخل هذه المعادله. طيب لو بصينا المعادله، المعادله بتاعتنا هنا يا جماعه، ومثبتين طبعا القيم اللي هنبحث داخلها. هنبدأ ننسخ هذه الصيغة إلى باقي الخلايا. الكلام ده بيتم إزاي؟ طبعا بعمل نسخ الفرمولة أو نفس الصيغة. طبعا لو جينا نبص هنا على عمود البحث هنتلاقي هنا 4، هنا 4 وهكذا. لا أنا هغير بس في اللغة الإنجليزية، هخلي رقم 4 ده هو رقم 5، العمود رقم 5، واضغط انتر. هنا في الدراسات العمود رقم 6 وهكذا. عندنا الرياضيات قلنا هيبقى العمود رقم 9. عندنا بعد كده العلوم رقم 10. التربية الفنية لو حد فاكر هيبقى رقم 11. عندنا بعد كده الكمبيوتر رقم 12. عندنا نشاط 1 ده هيكون رقم 13. نشاط 2 رقم 14. نشاط عندنا التربية الإسلامية هتكون رقم 15. وعندنا هنا طبعا الطالب ناجح ومنقول أو حسب حالة الطالب. طبعا لو جينا نعملها بسرعة كده يا جماعة ممكن أقول له بيساوي، أعملها من الأول خالص عشان نفتكر مع بعض، وبعدين أقول له لوك أب. أول حاجة هنبحث في الخلية L3 هنحولها لمرجع مطلق تمام، وبعد كده هنقول له هنبحث داخل الجدول اللي هو اسمه ايه، داخل شيت الدرجات من اول B7 الى Q7 الى Q24 تمام.
بعد كده هعمل كوما وهقول له هبحث داخل العمود رقم 16، وبعدين طبعا الكلام ده بيتكتب فوق اهوت يا جماعه، وبعدين هقول له طبعا فولس او تام. بعد كده هنقفل الاقواس ونضغط انتر. يبقى احنا عندنا كده خلصنا القيم الموجوده او القيم اللي هنحصل عليها من الجدول الخاص بالدرجات. يبقى انا لو رحت كده على رقم الجلوس وبدات افتح واختار اي طالب هيبدا الدرجات تتعدل حسب الطالب اللي تم اختياره. يبقى احنا كده شغالين كده تمام، الدرجات كلها تبدا تتعدل حسب هذا الطالب. جميل. طيب نيجي بقى في الجزء الاخير بتاع الفيديو بتاعنا، ازاي اطبع هذه القيم او هذه الشهادات لباقي الطلبه الموجودين في الجدول. هنعمل طريقه جميله جدا تمام، تابع معانا الفيديو وهنشوف هنعملها ازاي. يبقى احنا كده الشهاده بتاعتنا لو هختار اي رقم جلوس هيبدا يستعرض لي ارقام او درجات الطالب اللي تم اختيار رقم جلوس الخاص بيه. طب جميل قوي، انا عاوز بقى اطبع كل الشهادات الخاصه بالطلبه الموجودين في شيت الدرجات. هنروح على الشهادات، خلصنا احنا في لوك اب وخلاص تمام. هبدا اروح هنا كده على الخلية اللي احنا بنبحث بيها اللي هي رقم الجلوس، هحولها تاني الى رقم عادي خالص، هقول له any value وبعدين اقول له اوكي. كده ما اصبحتش ليست، يعني المفروض ان انا اي قيمة هكتبها هنا، لو كتبت مثلا 112 وضغطت انتر هيجيب لي الطالب اللي رقم جلوسه 112. جميل قوي. طيب انا هنا هعمل ايه؟ هقول له بيساوي واروح حدد له اول خلية عندي في ارقام الجلوس اللي هي بي 7، يبقى كده وبعدين اضغط انتر. يبقى احنا عندنا هنا كده الخليه ديت جايبه لي اول رقم جلوس خاص باول طالب. جميل. طيب هنعمل ايه بقى؟ الفكره بتاعتنا ان انا ببص كده على جدول الدرجات، جميع الاعمده تمام موجود فيها قيم ما عدا مثلا العمود، اول عمود عندنا او اي عمود او اي حرف مش موجود فيه البيانات، مثلا الحرف هنا R او العمود R. هنروح على الشهادة ونبدأ نحول علامة يساوي، هنغيرها ب R تمام كده يا جماعة كده. يبقى انا حطيت حرف ال R مكان علامة ايه؟ مكان علامة يساوي. جميل. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ بعد كده هنروح نحدد أول شهادة عندنا، وهنحدد بعدها صفين كمان عشان يبقى فاصل بين كل شهادة وشهادة، وبعدين نبدأ نعمل نسخ للفورمولا أو نسخ لهذه القيم. طبعا بنعملها ازاي؟ بنبدأ نروح على أداة الكوبي فورمولا أو أداة الأوتوفيل اللي هو الملء التلقائي، وبعد كده هنبدأ نختار أول ما تظهر علامة الزائد السوداء هنبدأ نضغط ونسحب بعدد الشهادات المطلوبة، سواء بقى مطلوب 300 شهادة أو 4000 شهادة حسب عدد الطلبة. طبعا أنا بشوف يا جماعة أنا عندي كل شهادة مثلا بتاخد كام صف. عندنا الشهادة دي مثلا أخدة من 1 لحد مثلا 14، يبقى أضرب 1 أضرب 14 مثلا في 300 وأشوف هيطلع لي كام وأبدأ أسحب بمقدار هذه الصفوف. تمام. طيب أنا خلاص خلصت سحبت جميع الشهادات، هبدأ أروح أحدد العمود أو الكولم اللي موجود فيه الخليه بتاعت رقم الجلوس، وبعد كده هنروح على هوم ومن فايند اند ريبليس هنقول له ريبليس، وهنبدا تاني نبدا نستبدل الار بعلامه يساوي. يبقى هنستبدل الار بعلامه ايه؟ يساوي، واقول له ريبليس اول، فهيبدا يستبدل لي جميع القيم اللي عندي تمام كل ار بعلامه يساوي. يبقى هنا لو جينا نبص كده هيقول لي بي 7، لو رحت هنا هيقول لي بي 8 وهكذا. يبقى انا كده ضمنت ان ارقام الجلوس هتبقى بالتسلسل المطلوب وما فوتش ولا شهاده عندي. بعد كده ممكن طبعا ابدا اطبع هذه الشهادات. وبعدين في مشكله لو قابلتني ان انا عندي القيم دي لو وانا بسحب تم زيادتها او نقصانها تمام، يعني ال 80 بدات تتغير او ال 40، فانا افضل حاجه بعمل ايه؟ بعمل جدول منفصل بالدرجات النهائيه زي ما احنا عملنا كده تمام، يعني بنسخ الدرجات دي واحطها في خلايا منفصله، وبعد كده بعمل ايه؟ باجي مثلا على النهايه العظمى للغه العربيه وبعدين اقول له بيساوي كيو
مثلا كيو 3 اللي هي دي، تمام كده، بس بحولها لمرجع مطلق عن طريق اف 4 عشان تبقى مرجع ثابت، تمام. يبقى بدل ما هي كيو 3 لا ده هو هيبقى كيو 3 بس ثابت مرجع مطلق، وهكذا بالنسبه لجميع الخلايا بالنسبه للنهاية الصغرى والعظمى. يبقى انا كده ثبتت الخلايا ديت، فلما اجي اعمل ملء تلقائي او نسخ للصيغه لباقي الشهادات ما يتمش تغيير النهاية الكبرى والنهاية الصغرى، تمام كده. يبقى احنا كده عملنا كل الشهادات اللي عندنا بنفس الطريقة. خلصنا الفيديو بتاع النهاردة، اللي استفاد معانا يبدأ يشترك معانا في القناة ويفعل زر الجرس للكل، ولو عجبك الفيديو طبعا ادعم الفيديو بلايك عشان ينتشر لباقي الاصدقاء. كده يبقى خلصنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.